عليكم. انا جد سعيده بالتواجد ديالي في لارج دو كافتان اللي حصل لي الشرف انني نكون فيه مكرمه في هذه الليله، مكرمه كالمراه الفنانه المثاليه ديال 2019 اللي هو اللقب اللي عطاوني، كنتشرف به واخا انا ما كنعتبرش راسي مثاليه. الكمال لله، حنايا كنشتغلوا باش نكونوا ديما في المستوى، باش نعطيو الاشياء الجميله للبيبليك، وكنتمنى ديما نكون عند حسن الظن ديال الجمهور. بالنسبه للجديد ديالي الفني، من غير الاغنيه ديالي سوفينا اللي يعني فرحانه بزاف بالاصداء اللي نالت، كاين الالبوم اللي غادي يخرج عما قريب، درت اغنيه باغ اغنيه، غادي تخرج ثاني اغنيه ان شاء الله من الالبوم ديالي اللي كنقول لكم سينوها. بالنسبه للاعمال ديالي في مجال ديال التمثيل، كاين اون سيري في القناه الاولى، وكاين اون سيري في ام بي سي 5، وفي هذا رمضان ان شاء الله كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، وكاين فيلم سينمائي طويل غادي نتشارك فيه مع الزوج ديالي في الانتاج، هو في الاخراج وكممثله كذلك. ما كتشوفونيش بزاف في المهرجانات لانني انا اصلا كنت بخيله شي شويه في العطاء ديالي كمغنيه، تشغلت بزاف في الميدان ديال التمثيل وخليت شويه يعني الغناء دو كوتي، لانني كنت دائما متردده في الستيل اللي باغا نخرج. وانا يعني كنحرص انني ما نطلع في المهرجانات بشكل زعما بشكل مستمر الا ولا كان عندي رصيد فني غنائي كبير اللي نقدر يكون هو لا سيناتور ديالي مع لو بوبليك. دونك هذا الشيء جاي ان شاء الله مع المخطط ديالي ديال سنه 2020 ومع الالبوم ديالي الجديد. كنحيي الجاليه المغربيه اللي متواجده في جميع انحاء العالم، المغاربه يعني ديما حاضرين، ديما زوينين، ديما منورين، ديما الروح ديالهم المريحه والطيبه كنحسوا بها في جميع انحاء العالم، يعني كنفرحوا ملي كنشوفوا بعضياتنا، وكنتلقى بزاف ديال التشجيعات من الجاليه كذلك، وفوالا وكنحييهم من هذا المنبر. الفن المغربي وما غاديش يفوتني نعطيك كلمه صحاب. صحابتي معنا، انا معاكم. بغيت نشكر هاد الناس اللي مكلفين بهاد التظاهره الجميله جدا، المراه المغربيه مراه حره، مراه يعني كافحات بزاف باش توصل لهذا الشيء اللي وصلت ليه، هاد المساواه، واخا مازال الاشتغال اكثر ولكن الحمد لله وصلنا لمراتب عليا بفضل الكفاح الدائم للمراه المغربيه، وتحيه للمراه المغربيه. وشكرا لكم على هذه الالتفاته الجميله ليا، واللي كنعتبرها يعني تشجيع ليا في المسار الفني اللي مازال ان شاء الله بغيت نعطي فيه اكثر واكثر. شكرا غيتا، شويه دلتخاك شويه ما بغيتش. اذا تصفيقات حرة لغيتا، الله يخليكم حتى هي راه حاضره معنا وفنانه متميزة في هذه اللحظات المميزة اللي كنعيشوا من خلالها أدوار الدورة الخامسة لارج دو كافتان، موعد كل المهتمين بمجال الموضة المغربية والعالمية إن شاء الله نحتفلوا باليوبيل الفضي واليوبيل الذهبي سنة بعد سنة، ونعيشوا سنوات مميزة لما لا المئة. وبغينا أن موعد ارج دو كافتان يولي هو الموعد رقم واحد في العالم العربي، ولما لا العالم، هذا طموحنا أننا نحتفل أيضا بالأزياء المغربية اللي أصبحت في كبريات عروض الأزياء العالمية. إذا أول تخوفي لسحر صديقي، ثقة حرة الله يخليكم سحر صديقي، لقب أكيد الفنانة الشاملة، نتمنوا هذا اللقب وهذا الاعتراف، عربون المحبة وامتناننا ويزيدك تألق وتألق، تعطينا أكثر وأكثر في الأعمال الفنية. شكرا لك.